مشاهدينا وفقرة الأم المثالية. اليوم قصتنا مع أم قاسم، هي أم لست أولاد وأربعة منهم بنات واثنان ذكور. طبعا حالة كحال كل أم تشارك في هذه الفقرة، هي أم مثالية، توفي زوجها في العام 2004 وأخذت تعيل العائلة فبدأت العمل في البيوت، من بعد ذلك انتقلت للعمل في مستشفى الخنساء وكانت تحاول طبعا جاهدة تأمين لقمة العيش الشريفة. قامت بتزويج اثنين من بناتها والثالثة الآن مخطوبة وزوجت ابنها قاسم، لكن الأقدار شاءت أن تتوفى زوجته وتترك لها طفلة صغيرة لا يتجاوز عمرها السنتان. بالإضافة إلى ذلك أيضا تطلقت إحدى بناتها وعادت إليها مع خمس أطفال. اليوم أم قاسم تعيل أولادها وأحفادها كحال بعض العائلات في ظروف صعبة. سنحاول أن نسلط الضوء على هذه القصة التي تستحق الوقوف. أريد تحكي لنا مشاهدين قصتك، وش من توفى الوالد، وشلون قمتي تشتغلين، وشلون زوجتي البنية، وحسب ما قلتي لي عندك بنية مخطوبة. والله توفى الوالد تقريبا 9 سنوات أبو ولادي، وظلت تعاني يعني أنا وأطفالي، يوم أشتغل خدامة بالبيوت، يوم الحاصل لما اشتغلت بالمستشفى معينة يعني 150 راتب. زوجت قاسم، مرت قاسم ما ظلها سنة تقريبا سنتين توفت قاسمها. أتى بنية انظلت على حياتي دارها الطفلة الصغيرة وربي بناتي ربي من بناتي ربي بناتي الباقيات واحدة من اثنين من بناتي زوجتي باقي هسه اثنين واحدة هاي عندي توها مخطوبة واحدة عند أخوي ببغداد ما أقدر يعني المصرف علي كثير وغالى علي الدنيا والإيجار غالى علي زين شلون يعني تروحين من الصبح للدوام علاقتك ويا الجوارين شلون كانت؟ علاقتي بالجيران زينة وما أسيء الأدب على جيراني، جيراني يحبوني ويحترموني ويقدروني، وأنا مرة فقيرة ما أطب على الجيران ولا الجيران أطب علي. علاقتك ويا الممرضات اللي المستشفى كادر اللي يداومون بالمستشفى؟ كلهم بالعكس يحبوني ويحترموني، أنا زينة معاهم على شغلتهم على شيء على طلباتهم على شغلهم كلش كلش زين. قد من زوجت قاسم؟ صار تقريبا 3 سنوات. زين أريد تحكي لي شلون يعني طرحتي الفكرة وشلون زوجتي وشلون هسه عندك علي؟ عندي علي، علي شلون بالمدرسة؟ أريد تحكي لي كل هذا. علي بالمدرسة، سجلت بالمدرسة يعني بالقوة سجلت، رحت على المدير قمت أمشي قلت هذا بس عنده بيان وما عندي يعني فلوس. زين ليش ما طلعتي لها هوية أحوال مدنية؟ والله يا يما ما عندي، الله شهد علي فلوس ما عندي، أروح على بغداد أنا فلوس بغداد. بغداد ما عندي فلوس أطيع يعني أروح أطلع هوية ابني. ما أقدر يعني خالة اللي أفهمه من كلامك إنه أنتي مهجرة من بغداد للموصل؟ بلي مهجرة يعني. صالتش إيش قد هنا؟ قبل السقوط أنا هنا بالموصل. نفوسه بغداد اللي هو اللي هذا؟ نفوسه بغداد اللي وبقيت توفى يعني هو شغلة طويلة وبقيت هنا وما عندي أنا أستطيع أروح على بغداد فلوس ماكو. زين شلون تزوجتي قاسم؟ أريد تحكي لي شلون مثلا شفتي البنية وشلون تزوجت وشلون؟ والله البنية صديقتي أمها. أمها صديقتي من شافتني أنا يعني تحبني يعني ترعاني. قالت لي ام عندي بنيه دقيها القاسم قلت انا خالد همشالت المراه يعني ما طلبت من عندي شيء بس شيء يعني هو كان يشتغل في كل ما صمون يوم يتخلص 3 دينار وزوجته لابني يعني شو ما كان زوجته توفت زوجته زين تحكي لي شلون توفت
والله شفت طق على القنة طقت عليها. ايش قد مواليدها؟ مواليد 91. طفلة وهسه بنتها ايش قد عمرها؟ عمرها سنتين. 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 زين اريد تحكي لي هسه على البنية المخطوبة شلون انقضت؟ شلون صارت الخطوبة؟ والله بإجناء بالموصل طبيعتهم يدقون الباب. دقوا الباب شافوا البنية قالوا هاي الريتها. يا باشا توافقين انت البنية؟ قالت توافق. ليش وافقت؟ المادة ما يعني ما ساعدني. هي تريد ملابس وتريد هدوم وتريد مصرف. ما عندي يعني ما اقدر اتصيح شو تريد بنتي اوفر لي اياه. على مود هاي وافقت بنتي على مودي. شاف الظروف المادة على المشكلة. والله بالنسبة لأم قاسم يعني هي موظفة خطية هنا معينة وخطية النهار كله تتركض على مود أطفالها وحالتهم صعبة فد مرة وأطفالها خطية صغار وما عدها معين والكل يعني يحترمها ويحبها وهي جديرة بعملها. أريد من رب العالمين يحفظها. أنا كل عيد أم ولو أنا حالتها بعيدة شنت تعرف هذا اليوم لو اعرف يعني منفع مالي جديد يعني حتى لو كان ضميت اجيب هي. واريد يا رب الله يخليها انه يحفظها ان شاء الله. لين احنا تمام بلا يا حمار. من جابتنا لليوم.